قليلة ونادرة هي المهن التي يتوارثها الأجداد والأبناء والأحفاد. هنا بمنطقة مسعد غرب مديرية الأزارق، وجدنا الحاج محسن طالب ما زال متمسك بمهنة تربية النحل وصنع خلاياها الخشبية بطريقة بدائية تعكس تمسكه بماض كان الأجداد يتقنون فيه كل شيء. أنا في هذا من زمان أبوي وجدي وأنا الأولاد والأولاد الحين قال ما كانوا مذاكرين معي بالعمل، كانوا يعني يشتغلون في صناعة خلايا النحل، يعني توارثوها يعني أبا عن جد، ويعني هم يعيشوا على هذا العمل ولا زالوا حتى الآن يعني يصنعوا بيوت يعني للنوب في هذه القرية، ويعني يبيعوها على مستوى مديرية الأزارق وثمن يعني رخيص، أرخص من هذا الصناديق اللي يجيبوا يعني من برا. من هذه الأشجار يتم صناعة خلايا النحل هذه، ليتم بيعها في عدد من المناطق بالمديرية بأسعار زهيدة مقارنة بخلايا النحل المستوردة، والتي يقولون أنها لا تناسب النحل ولا تقيها برد الشتاء أو حر الصيف. الصيني هذا يعني الصناديق الآن يجيبوها تكون يعني هي تكسر بسرعة وتروح، لكن هذا يعني يديم العمل وحمل يعني أيام الحمى تكون بارد وأيام البرد تكون يعني النوب مرتاح داخل. مميز في هذه الصناديق يعني أو نحن نسميها الأقباح، يعني حق السقم بالذات، حق السقم يعني تمتاز عن الصناديق. مثلا نقول أول مرة في أيام الرحالة يعني عندما تشد يعني ما يكسرش، حاجة ثانية يعني ترغب النوب ترتاح به، ما تتعبش أيام الحمى وأيام البرد كذلك. أنواع العسل الأصلي هو العلب، ونورده يعني للضالع نبيعه، وهي قديم مصدر دخل يعني لأسرنا وأولادنا. معك العسل السدر، يسمونه العلب، وبين أحيانا يسموه السدر، هذا بلدي عسل منطقة الأزارق، وسعره يتراوح بين 200 220، دبة 6 5 لتر. ومعك هنا عسل الضبة، يعني سعره يتراوح بين 75 70 ألف. معك هنا سمر، هذا سمر بلدي من منطقة الأزارق، حبيب الجبر هنا محل الضارع، سعره يتراوح بين 65 ألف. وهنا معك قرض 55 ألف، عسل قرضي. عسل السدر والأخواش والسمر والقصي والمراعي وأنواع أخرى تجود به هذه النحل تباع في مناطق مختلفة، وتصدر أجود الأنواع منها للخارج، ما يعني أن الاهتمام بالنحل لا يعدو كونه حب لمهنة اهتم بها الأجداد حتى وصلت للأحفاد، بل هي مصدر دخل للعديد من الأسر التي ما زالت متمسكة بتربية النحل بعد أن تركها الكثير من الناس بحثا عن مصادر دخل أخرى.